صباح الورد على كل بيشوفونا على شاشة قناة تن. في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج صباح الورد. وصباح الورد عليك يا حسام. صباح الورد عليك يا مان. صباح الورد على كل السادة المشاهدين. صباح جديد دايما بأمل جديد. صباح الورد على عيون حضراتكم. النهاردة عندنا حلقة الحقيقة أثرية ومختلفة وفيها فقرات متنوعة كتير. خلينا نقول لكم أنه هيكون عندنا النهاردة فقرة أو هنحكي معاكم حكاية من حوادثنا صباح الورد، لكن المرة دي الحكاية حكاية مصرية بامتياز، حكاية الدكتور جودة عبد الخالق وكريمته أو زوجته العزيزة عفوا أيضا دكتورة كريمة كريم. وهذه الحكاية حكاية ملهمة، حكاية إنسانية كبيرة جدا لربما خلينا نقول الثنائي الأبرز اقتصاديا. قصة الصعود وصلت بيهم حتى مراتب علمية واجتماعية كبيرة جدا. هنحكي هذه القصة في صباح الورد النهاردة من خلال كتاب حكاية مصرية ما بين تحدي الوجود وإرادة الصمود. دي هتكون فقرة من فقراتنا النهاردة. هيكون معنا كمان أول ظهور تلفزيوني لميس إيجيبت يونيفرس أو ملكة جمال مصر للكون، وهيكون في حوار معاها وهتحكي لنا عن كواليس المسابقة. طبعا نريمان خالد ملكة جمال مصر للكون هتكون ضيفتنا النهارده، وهنحكي معاها كمان عن فكره تعدد مسابقات ملكات الجمال مؤخرا، ايه الرساله اللي هي بتحملها وايه طموحها كمان الشخصي وطموحها كمان على المستوى الاجتماعي، وامتى هتمثل مصر كمان في مسابقه جمال العالم خلينا نقول او ميس يونيفرس في تايلاند ان شاء الله. ان شاء الله. احنا طبعا بنتكلم كمان في موضوع مهم جدا النهارده، اليوم العالمي لغسيل الايدين، ودي حمله اطلقتها الامم المتحده عام 2008. الموضوع ده في منتهى الاهميه، ودايما كل سنه يكون في يوم عالمي لغسيل الايدين علشان يبقى في توعيه على جميع المستويات. ضفنا للفقره دي دكتور شريف حته استشاري الصحه العامه والطب الوقائي والاجتماعي. طبعا كالعادة هيكون في جولة سريعة في أهم الأخبار، والنهاردة الرئيس السيسي بيتوجه لموسكو في زيارة رسمية لجمهورية روسيا لمدة 3 أيام، من المقرر أنه يلتقي خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة هتشهد سبل تعزيز العلاقات. الرئيس كمان هيلتقي رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميديفيديف وعدد من كبار المسؤولين الروس، وهيلقي الرئيس كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي بموسكو، وهتكون دي المرة الأولى اللي بيلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي. الزيارة دي مهمة هتستمر 3 أيام، وخلينا نقول في ملفات كبيرة وأساسية مطروحة على أيضا جدول أعمال الزعمين، منها ما يتعلق بزيادة الاستثمارات الروسية في مصر خاصة في منطقة قناة السويس، مشروع الضبع النووي، وأيضا بعض الاتفاقات العسكرية، وحديث أيضا عن استمرار تدفق السياحة الروسية لمصر، ودي أيضا موضوع في غاية الأهمية. بالتأكيد كمان هنتابع معكم الزيارة وتفاصيلها في صباح الورد، والرئيس هيغادر في ساعات الصباح الأولى متوجها إلى موسكو إن شاء الله يصل بالسلام. من أهم الملفات كمان هو ملف الإرهاب، وملف كمان تواجد روسيا على الأراضي السورية، دي برضو من الملفات المهمة جدا اللي هيتم مناقشتها. بالتأكيد نروح معاكم لخبر حقيقة مهم وإيجابي وإنجاز غير مسبوق. النهاردة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هيكرم منتخب مصر للشطرنج. ليه؟ لأنه حقق إنجاز عالمي والتتويج بذهبية الأولمبيات العالمي للشطرنج اللي انعقدت في جورجيا مؤخرا في بداية أكتوبر، ومنتخب مصر للشطرنج رجال نجح في الفوز بذهبية الأولمبيات العالمي في جورجيا وتفوق على منتخبات كبيرة وعديدة حول العالم، وده بيعتبر أكبر انتصار بيحققه فريق الشطرنج المصري طيلة تاريخ هذه اللعبة في مصر، ومنذ ما عرفت مصر أيضا مسابقات الشطرنج واللي كانت أول مسابقة ليها في عام 1912، وبكده مصر رسميا هي بطلة أفريقيا وهتتأهل لبطولة العالم للقارات اللي ستقام أيضا العام المقبل. ودي بعض الصور من البطولة في جورجيا، ويمكن كنا شفنا من كام يوم كمان انه طبعا منتخب مصر لما حصل على الميدالية الذهبية طبعا قعدوا يغنوا بلادي بلادي على المسرح، وطبع طبعا النشيد الوطني في كل مكان. اكبر انجاز لمنتخب مصر للشطرنج، قائمة كبيرة للاعبين
هنجيب لحضراتكم بكره صورهم ان شاء الله. مصر في الحقيقه دايما بتتفوق في الرياضات الفرديه، واعتقد ان ده بيعكس يعني جانب من سيكولوجيه الانسان المصري. اعتقد ان ده موضوع برضو ممكن نتامله شويه، لان احنا لاحظنا ده بشكل عام. ننتقل بقى لوزاره الزراعه، وامبارح كان في بيان لوزاره الزراعه اكدت فيها صحه شكاوى مزارعين الطماطم من ان بذور الطماطم اللي تم استيرادها بالفعل تسببت في اتلاف الاف الافدنه. الوزاره كمان اكدت ان الحقول اللي تمت معاينتها مصابه بفيروس تجاعد والتفاف الاوراق، ونشرت كمان توصيه بوقف استيراد نوعيه البذور الخاصه بالنوع ده من الطماطم واعاده تقييمه بعد التحليل التئوي والشتلات المزروعه بالمناطق المصابه في منطقتين النوباريه ووادي النطرون. خلينا نقول انه طبعا موضوع زي ده كان ليه انعكاساته كبيره جدا، لانه منها على سبيل المثال ارتفاع سعر الطماطم في كل السوق المصريه لدرجه انها وصلت ل 20 جنيه في الكيلو كما يقول بعض نواب مجلس الشعب في اسوان مثلا على سبيل المثال. وفي اكثر من بيان تم تقديمه مؤخرا في مجلس الشعب المطالبه بالتحقيق في ليه حصل ده، خاصه انه مصر كانت في 2016 من الدول اللي حققت اكتفاء ذاتي في محصول الطماطم، ومن اكبر كمان المنتجين ليه على مستوى العالم. خلينا نرحب بالدكتور. يعني في اسئله كتير طبعا جدا حول الخبر ده، انه اصلا كمان مين الجهات اللي كانت مسؤوله عن عمليه الاستيراد، جايه من انهي دول بالظبط، اين الرقابه؟ يعني هيبقى في استفسارات كتير قوي عن الواقعه دي، هنعرفها دلوقتي على الهاتف من خلال دكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزاره الزراعه. نرحب بيك يا دكتور، صباح الورد يا فندم. اهلا وسهلا، صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين. اولا يعني الوزاره اكدت في بيان لها انه حصل فعلا مشكلات فيما يتعلق بالبذور والتقاوي. طب عايزين نفهم ليه حصل ده، او منين جت البذور دي او التقاوي دي؟ هو يعني في البدايه طبعا لازم اكد لحضرتك والمشاهدين ان وزاره الزراعه الحمد لله قامت بدورها، ويمكن كان الاتهام الموجه قبل كده للوزاره ان هي مش واقفه مع الفلاح او ان هي ما بتتحركش، لكن احنا بعد ما تأكدنا من سبب المشكلة، لان حضرتك مثل هذه الامور بتحتاج وقت، لان طبعا بناخد عينات وبيتم فحصها ويعني باجهزة معينة وبتاخد وقت علشان النتيجة ممكن نصل اليها، وده فعلا بمجرد الوصول الى النتيجة والسبب الرئيسي ومعرفة الصنف المسبب لهذه المشكلة تم اعلانها بالامس. طب احنا عايزين تفاصيل اكتر من فضلك. فطبعا احنا بالنسبه للموضوع ده ليه حصل السنه دي، اولا الشركه المستورده دي شغاله بقى لها مده في السوق، وطبعا هي بتستورد الصنف ده من عده سنوات والمزارعين بيزرعوه ما فيش اي مشكله، لكن اللي بيحصل انه الشركه المستورده لما بيكون صنف جديد بتدخله البلاد بيبقى فيه اجراءات معينه لتسجيل هذا الصنف يتم زراعته في مصر في البداية، بعد كده بكل شحنة الشركة بتدخلها بناخد عينة وبنعملها اختبارات معينة، رغم ان الشحنة المستوردة من الخارج بتكون مصحوبة بشهادة دولية ان هذه البذور صالحة تماما ونسبة الانبات فيها عالية وما فيهاش اي مشاكل، لكن احنا بالرغم من كده برضو بنعمل بعض الاختبارات. عندنا الادارة المركزية لفحص واعتماد التهاوي بتاخد عينة من التقاوي من كل شحنة وتعمل لها اختبار انبات ونتأكد من ان نسبة الانبات عالية. امال دخلت ازاي البذور دي يا فندم؟ وده ما حصلش ليه الاختبارات مشكلة؟ لا هي دخلت طبعا، والاجراءات اللي المفروض تتعمل مع هذه البذور اتعملت بالفعل، لكن المشكلة يا فندم ان المستورد طبعا قال ان هذه البذور تتحمل او هذا الصنف يتحمل الاصابة بمرض تجاعد والتفاف الاوراق، وده مرض فيروسي لما بيصيب المحصول، المحصول ما بيجيبش اي محصول، يعني شجره الطماطم ما تجيبش اي محصول عند اصابتها بهذا الفيروس، والصنف ده ما هو كان موجود السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها، والمزارعين بيشتروه وجايب انتاجيه عاليه جدا. طبعا الاختبارات اللي احنا بنعملها بعد الاختبار الاولي بعد تسجيل الصنف طبعا بتبقى اختبارات معينة للتأكد من نسبة الإنبات، لكن طبعا لما المستورد يقول ان هذا الصنف يتحمل وما زال بيتحمل الإصابة بمرض تجاعد والتفاف الأوراق وبعدين يحصل عكس ذلك، دي طبعا بتبقى مشكلة تتحملها الشركة المستوردة لهذه التهاوي. واحنا طبعا قمنا بدورنا وعملنا تقرير وافي كامل
اعتقد وضح كل الحقائق اللي تهم الفلاح. طيب تعويض الفلاحين يا فندم في هذه الخساره هل هتكون من قبل الشركه المستورده؟ لان ده خطا بالاساس راجع للشركه. طبعا برافو عليكي، يعني طبعا المتسبب في هذه المشكله هو اللي يتحمل التعويض. وطبعا دي الشركه المستورده. الشركه المستورده هي اصلا مستورده البذور من بعض الشركات الاجنبيه من دول اخرى. المفروض هي ترجع لهذه الدول وتشوف ايه المشكله اللي حصلت في هذا الصمت. دور وزاره الزراعه المستورده هي اللي تتحمل. ودور حضراتكم ايه كوزاره زراعه بقى في هذا الشان، انه يبقى في تنسيق ما بين الشركه المستورده اللي تسببت في هذا الضرر للمزارعين؟ احنا بالفعل يا فندم اصدرنا قرار بوقف استيراد هذه البذور بالنسبه للشركه المستورده لحين اتخاذ اجراءات اخرى قبلها. يعني طيب تعويض بقى السوق، لانه حضرتك عارف ان السوق واثرت فيه الاسعار لارقام قياسيه بما يتعلق بسعر الطماطم ووصلت ل 20 جنيه الكيلو في بعض الاحيان. انا عارف انه بدا خطه استيراد من الاردن، يعني ازاي هتعوضوا الجاب اللي حصلت او الفجوه اللي حصلت ونقدر في نفس الوقت نسيطر على السعر مره ثانيه؟ خلينا اكلم حضرتك بمنتهى الصراحه. طبعا احنا بنزرع اكثر من 300,000 فدان طماطم، وطبعا المشكله اللي حصلت في بعض المناطق في النبريه ووادي النطرون ممكن تكون احد الاسباب، ولكنها ليست سبب رئيسي في ارتفاع الطماطم. لكن للاسف الشديد جشع التجار او استغلالهم للظروف ممكن بيرفعوا السعر بصوره غير مبرره. انا باكد لحضرتك ان بدا السعر ينزل مره ثانيه. هو كان السعر فعلا ارتفع ل 10 و 12 جنيه وبعض المناطق، وعلى فكره السعر برضو بيختلف من منطقه لاخرى. فالمناطق اللي هي معروفه اللي ليها مستوى معين مش عاوزينها تكون قياس على المستوى العام. لكن هو بالنسبه للمستوى العام يعني ارتفعت الطماطم وصلت ل 10 و12 جنيه دلوقتي. انا باكد لحضرتك بدا سعر الطماطم ينزل تاني، وان شاء الله هتعود للسعر ده مع خطه الاستيراد كمان الجديده تبدا تنزل. مع خطه الاستيراد برضو، لان انا عارف انه بتستورد الاستيراد برضو. انا بكلم حضرتك بالامانه، يعني الكميه اللي تم استيرادها دي كميه بسيطه جدا. يعني هو طبعا احنا وزاره الزراعه الوزاره لا تستورد، ولكن احد المستوردين لان سعر الطماطم مرتفع ففكر انه يجيب شحنه من الاردن يعني ينزلها السوق وبسعر مناسب. لكن برضو الكميه اللي تم استيرادها كميه تعتبر بسيطه بالنسبه لاستهلاكنا. يعني احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزاره الزراعه، وبالتاكيد هنتابع معاك الملف ده خاصه ما يتعلق بالرقابه على الشركه المستورده. اعتقد انه هنا لازم يبقى في يعني وقفه رقابيه محدده. يعني هو برضو انا يعني في حته انا ما فهمتهاش برضو، يعني المفروض انه كده كده بيكون في اختبارات بتتعمل على التقاوي لما بيتم استيرادها من قبل الشركه، طب ما بينتش ليه من الاول؟ هو الدكتور بيقول انه ده حصل على مدار السنوات الماضيه وكانت نفس الشركه هي اللي بتستورد. ف انا الحقيقه برضو النقطه دي غايبه شويه، بس على الاقل في بيانات قدمت في مجلس الشعب نواب الشعب المفروض هم كمان يتابعوا دورهم الرقابي بشكل او باخر. نروح معاكم لخبر تاني. النهاردة 15 أكتوبر كما قيل هو آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامة التأخير لمن يمتلكون وحدة سكنية تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية. الموعد الأخير كان 15 يوليو الماضي وتم مده ل 15 أغسطس ثم 15 أكتوبر الحالي تسهيلا على أصحاب الوحدات. وكمان بنهاية اليوم هيكون أي ممول مستحق عليه أموال الضريبة سيتم سدادها بغرامة بالنسبة لما قبل 2017، بينما المستحق عليه ضريبة حتى 2018 هيستطيع أن هو يسدد الضريبة دي حتى نهاية العام. بطبيعة الحال اللي بيكون معفي من هذا القرار بيبقى عايز يعرف ايه وضعه بالظبط، او يعني عنده وحدة عقارية اقل من المبلغ المطلوب او اقل من 2 مليون جنيه بيبقى عايز يعرف ايه. لمزيد طبعا من التفاصيل حول الضريبة العقارية معانا على الهاتف استاذ محمود جبالله خبير الضرائب العقارية. استاذ محمود اهلا بحضرتك وصباح الورد. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل حضرات الساده المشاهدين. في ضوء طبعا القرار وان الاثنين النهارده ده اخر موعد لسداد الضريبه العقاريه دون غرامه تاخير، بالنسبه بقى للمعفيين اللي ما قدموش اقرار وضعهم ايه؟ هو اصل المساله ان لما مصلحه الضرائب العقاريه لما بتخسر المواطنين بالقيمه الايجاريه او بمبلغ الضريبه بتبقى ما تعرفش او ما بتحددش ايه هو العقار المعفي.
فالتسهيلات اللي كان منحها وزير الماليه بمد الاجل بالفتره دي كانت متعلقه فقط اللي عنده عقار وبيسكن فيه وقيمته الايجاريه تقل عن الحد الاعفاء المقرر اللي هو 24000 جنيه او قيمته السوقيه تقل عن 2 مليون جنيه. في الحاله دي هو المفروض انه بيخطر بالقيمه الايجاريه وبمبلغ الضريبه، لكن عليه ان هو يتقدم للمصلحه ويقدم طلب على نموذج اسمه نموذج 6 بيكتب فيه ان الوحده دي هي الوحده اللي بيستخدمها في السكن وبالتالي يحصل الاعفاء. التاجيل اللي حصل كان تاجيل بالنسبه لهؤلاء لان دول وجد ان هم ناس كبار في السن ووجد ان في تكالب وفي زحام على مأموريات الضرائب العقاريه، وطبعا الوزاره كان تفضل ان ما يبقاش فيه معاناه للمواطنين فمد الاجل اكثر من مره. وبعدين اخيرا وزير الماليه مد الاجل لغايه 30/6/2019. ده بالنسبه فقط للي عندهم وحدات عقاريه هتبقى معفيه، لكن بالنسبه لبقيه المواطنين معلش يا فندم يعني خليني معلش استوقف حضرتك هنا اذا سمحت لي فيما يتعلق بقيمه العقار. ما دي برضو مشكله يعني سمعناها وقابلناها ناس كتير، مين اللي يقول العقار ده ثمنه اكتر من 2 مليون او اقل من 2 مليون؟ ما دي برضو حتى لو انا بمتلك عقار واحد مين اللي بيحدد اذا كانت اقل من 2 مليون او اكتر من 2 مليون؟ هنا القانون في لجان بتحدد القيمه الايجاريه، اللجان دي اسمها لجان الحصر والتقدير، ودي القانون نص عليها على ان هي مكونه من ثلاث افراد، واحد منهم بس من مصلحه الضرائب العقاريه، واحد من الاسكان، واحد من المكلفين يعني من الممولين او اصحاب العقارات. ودي بيصدر بها تشكيل للقرار اللي هي بتاخده، قرار مش نهائي يعني بمعنى انه قابل للطعن عليه. فبيجوز ان لما جينا انا التقدير وانا في بيتي او انا رحت سالت وسالت على التقديرات واستلمت التقدير ولقيت انه مغالى فيه، القانون بيديني حق ان انا اطعن عليه في خلال 60 يوم وبروح للجنه ثانيه اسمها لجنه الطعن. برضه لجنه الطعن ايضا قرار اللي هي بتصدره مش نهائي بالنسبه لي انا كمواطن، من حقي لو ما عجبنيش هذا الكلام اطعن قدام محكمه القضاء الاداري وبالتالي بتفتح الفرصه للطعن قدام المحكمه الاداريه العليا. فالموضوع مش متروك للجان اللي بتقدر، لا المساله بيحكمها القانون. طيب في برضه في نفس الجزئيه دي تحديد قيمه العقار، احنا حضرتك عارف احنا بنمر بتغيرات سريعه فيما يتعلق بقيمه العقارات في مصر بشكل عام، فالتقديرات دي تمت حديثا ولا تمت منذ فتره؟ ما برضه ده عامل كبير هيفرق في تحديد ده سؤال قيمة مهم العمار. جدا حقيقه او حضرتك لك حق فيه تماما. هو المقصود ان تقدير القيمه الايجاريه ده يكون متعلق بقيمتها في 1/7/2013 مش بسعر النهارده. ايوه لان الاصل ان الضريبه العقاريه بتستحق هي طبعا امتداد للضريبه القديمه اللي اسمها العوائد، لكن هي بتستحق وفقا للقانون الجديد اعتبارا من 1/7/2013 ووفقا لتقديرات الفتره القديمه اللي هي 1/7/2013. عمليه اعاده تقدير القيمه الايجاريه وفقا للقيم الحاليه دي مساله مش هتتم دلوقتي، دي هتتم في سنه 2020 لان في مقترح ان يتمد المده تبقى بدل ما هي 5 سنين تستمر الفتره الاولانيه لمده 7 سنين او 8 سنين. لسه دي موجوده في البرلمان، لكن التقديرات وفقا لتقديرات سنه 2013. القيمه العقاريه يا فندم بتبقى بالفعل مكتوبه في عقد شراء الوحده السكنيه، يعني بتهالي مش يعني ليه محتاجه ان هي تتقيم؟ يعني انا دلوقتي لو عندي شقه واقل من 2 مليون وهي قيمتها مكتوبه في عقد الشراء، المفروض ان انا بتوجه بيه للمبنى العقاري وبالعقد مش كده ولا؟ هو انا بتوجه بيه لما باللجنه لما تيجي تحدد القيمه الايجاريه من حقي ان انا اتوجه بيه، لكن في نفس الوقت بان المساله تقديرات مختلفه فمصلحه الضرايب او لجنه الحصر والتقدير اللي هي بتحدد القيمه الايجاريه بيبقى من حقها انها تستانس باللي وارد في العقد المقدم. المشكله ان التقديرات المفروض تكون وفقا للمعمول به سنه 2013، من الممكن العقد اللي انا اشتريت بيه ده يكون مؤرخ في سنه 2000 سنه 2012 2015 ايا كان. فاحنا بنتكلم على تقديرات السنه اللي بيتم على اساسها بيسموها سنه القياس اللي بيتم على اساسها التقدير، فعشان كده لابد ان يرجع فيه لسنه 2013. وفي نفس الوقت ان من ممكن ان انا ما يكون العقد بتاعي يكون عقد قديم او خلافه، القانون هنا بيديني الحق ان انا لو العقد بتاعي ده عقد قديم والاسعار بتاعته متدنيه ان انا اثبت بكافه الطرق هذا الكلام. تمام، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمود جاب الله خبير الضرائب العقاريه.
اشكرك شكرا جزيلا. ونروح بحضراتكم سريعا لكمان وزاره الاثار اللي بتنظم ايضا ماراثون في قلعه صلاح الدين بمناسبه احتفال بذكرى انتصارات اكتوبر. زميلتنا العزيزه هند فاروق هناك وهتبع لنا ايضا ما يحدث. اهلا بيك هند، صباح الورد، قول لنا ايه اللي بيحصل عندك. صباح الورد يا حسام وصباح الورد كل زمايلي في الاستوديو. انا دلوقتي من داخل قلعه صلاح الدين الايوبي في ماراثون رياضي بمناسبه 6 اكتوبر، نصر 6 اكتوبر، تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه ووزاره الاثار. الماراثون بيضم عدد كبير من الاطفال ومن الشباب. خليني اقول معلومه قبل ما اروح لضيفتي، انه الجري يوميا لمده نص ساعه بيحرق من 500 ل 700 سعر، وبيحسن اداء القلب وأداء الرئتين. معايا ضيفتي الأستاذة نجوى محمد، مدير عام مكتب التنسيق بوزارة الآثار، مركز تسجيل آثار، مدير عام مركز تاني. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك ممكن تكلميني عن اليوم؟ حضرتك قلت لي إن أنتوا كنتوا أصحاب الفكرة، كلميني عن اليوم وإيه النشاطات اللي هتتم النهاردة وعدد المتواجدين النهاردة. العدد ما شاء الله واضح إنه معدي، لان في مدارس مشتركه ووزاره الشباب والرياضه بعت لنا مجموعه، الاثريين طبعا مشتركين. الفكره ابتدت من عندنا ان احنا بمناسبه احتفالات اكتوبر حبينا نعمل يوم رياضي. دعمنا الاستاذ رئيس القطاع الوزير وزير الاثار الدكتور خالد عناني، برضو دعم الفكره جدا ووافقوا، واخترنا ان اليوم يكون النهارده. فعاليات اليوم هتكون الماراثون اول حاجه، هنبتدي من مدخل القلعه هنوصل لغايه جامع سيدي ساريا في اخر القلعه. في طبعا شهادات تقدير للناس اللي ان شاء الله هتفوز يعني في الماراثون. بعد كده عندنا فعاليات بقى، ورش عمل للاطفال اللي حضرتك شايفه ان احنا معانا مجموعه كبيره قوي من المدارس مشتركه. في فرق شعبيه، فرقه فنون شعبيه. في ندوة عن 6 أكتوبر هيحضرها أساتذة، هتكون موجودة في تفتيش القلعة. طبعا الفكرة إحنا أصحابها، بس اللي دعمنا ناس كتير قوي، دعمتنا المنطقة أول حاجة، دعمنا وزارة الشباب والرياضة. اتفضلي. بشكر حضرتك يا أستاذة نجوى وميرسي لحضرتك، وبشكر مشاهدين قناة تن وكل زملائي في الاستوديو. دي المعلومات اللي توفرت إلينا لحد دلوقتي، بشكركم شكرا جزيلا. بشكرك الزميلة العزيزة هند فاروق من قلعة صلاح الدين وماراثون الآثار للاحتفالات بذكرى انتصار أكتوبر. هند بالصدفة لابسة نفس اللون اللي أنت لابسه على فكرة. أنتوا متفقين ولا إيه؟ إحنا صباح الورد مش كده؟ أه لازم على طول بنظبط مع بعض. بالظبط كده. خبر تاني برضو مهم، عن إنه في عدد من الأطباء والمراكز البحثية أطلقوا تحذير في الحقيقة عالمي بأن معدل الولادة القيصرية زاد في أنحاء العالم بمقدار الضعف تقريبا في 15 سنة، عشان يوصل لمستويات مثيرة جدا للقلق في بعض الدول. وارتفع عدد عمليات الولادة القيصرية من 16 مليون حالة، اللي بيمثل 12% من حالات الولادة في سنة 2000، ل 29 مليون و700 ألف، يعني حوالي 21% في عام 2015. الأطباء بيقولوا إن اللجوء للتدخل الجراحي بيكون غير مبرر في كتير جدا من الأحيان، وإن ارتفاع نسبة الجراحة القيصرية بين حالات الولادة عن 15% بيعد طبعا استخدام مفرط للجراحة، والدول الأكثر إفراط في استخدام الجراحة القيصرية دي، واللي تعدت النسبة فيها حوالي 50% من حالات الولادة، فكانت في الدومينيكان والبرازيل وتركيا ومصر. ودراسة بتقول إن الولادة القيصرية مش مجرد عملية جراحية عادية، لكن بينتج عنها مخاطر صحية كتير جدا، سواء على الجنين أو على الأم، وكمان بتعد أحد الجراحات غير الضرورية. صعبانين عليا الصراحه. اه مش كده؟ اه طبعا. لا ستات والله بيستحملوا حاجات كتير قوي. طب بس انا الحقيقه عندي فضول اعرف يعني ايه الفرق بين ما في الاخر عمليه الولاده. واحيانا انا اللي اعرفه انه احيانا السيدات بيفضلوا الولاده القيصريه لانها يعني ما بتحسيش قوي، بتبقى اقل الاما يعني. فانا عايز افهم ايه بقى المشكله في ايه. الدكتوره شادية ثابت ايضا عضو مجلس النواب وطبعا استاذه النساء والتوليد ومن اشهر اطباء مصر، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك وبصره البرنامج والاستاذه. اهلا بيك يا دكتور. وعايزين نعرف بشكل عام ليه الولاده القيصريه انتشرت؟ اولا لسببين، لان السيدات الشابات الصغيرين بيبقوا متهيئ لهم ان الولاده القيصريه اقل الما. هي اقل الما قبل الولاده، ولكن اكثر الما بعد الولاده. الحاجه الثانيه برضك الاطباء كتير بتبقى بالنسبه لهم اسهل من الولاده الطبيعيه،
اقل في الوقت واقل في المجهود والسببين دول هم الحقيقه. يعني انا بقول لازم الطبيب يقنع المريضه بان افيد حاجه بيها الولاده الطبيعيه عليها وعلى الجنين. يعني اثناء الولاده الطبيعيه يفرز كورتيزون داخلي، ده بيحسن الرئتين وبيحسن التنفس للجنين اول ما ينزل فكثره الولاده القيصريه جعلت الحضانات ممتلئه بالاطفال، لان فعلا بيبقى في صعوبه في التنفس بعد الولاده القيصريه كثير، وده فعلا اللي بيخلي الحضانات الناس مش لاقيه حضانات. بس يا دكتور يعني في بعض الدكاتره، يعني بعض الدكاتره وليس الكل، بيسيئوا استخدام الولاده القيصريه لان هي تكلفتها اعلى فهو مكسبه اكتر ووقته اقل واسهل. انا على فكره استشاري نساء التوليد وانا لسه امبارح واحده جاياني وبتقول لي والديني قيصري. قلت لها يا بنتي ليه؟ لا انا عايزه اولد قيصري. قعدت اقنع فيها، طب يا ماما انتظري لما يجيلك وجع ولاده ونشوف ولادتك هتبقى ايه، حتى على الاقل اطمئن ان الجنين خلاص اتكملت رئتينه وان اتكمل تماما، حتى لما ينزل يعني نبقى ضامنين ان مش هينزل على حضانه. طب معلش يا دكتور حضرتك ممكن حضرتك عندك ضمير ودكتوره واستاذه كبيره، لكن ممكن يبقى في بعض الاشخاص الاخرين او الدكاتره الاخرين ما عندهمش نفس طبعا المبادئ، خلينا نقول ولا نعمم، انا قصدي في تشريع او قانون ممكن يكون ملزم او توصيه من نقابه الاطباء. كل قرش هياخده حرام، كل قرش ياخده، لان بيعرض الام اللي ولاده قيصريه وعمليه قيصريه بيعرضها. يعني حضرتك في الولاده الطبيعي الدم بيبقى حوالي 150 الفقد، في الولاده القيصريه حوالي 500، يعني بيزود فقد الدم للام، بيعرضها لعمليه جراحيه. دور حضرتك عضو في مجلس النواب، ما فيش مثلا مشروع بقانون اطار تشريع يعني لا دي ما تمشيش بيها قانون، هي بس تبقى توصيه من النقابه، توعيه اعلاميه من حضراتكم للناس ان الولاده الطبيعيه افيد على الام وعلى الجنين، زي ما حضراتكم بتناقشوا هذا الموضوع، ويبقى يجي من الاسره نفسها ان هي عندها الاستعداد انها تولد طبيعي، والاطباء يصحوا برضك، وانها يبقى في امانه في النصح والارشاد. بالتاكيد احنا بنضم صوتنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك يعني وبنشكرك. انا بولدت طبيعي، عايزه تولدي طبيعي روحي ولدي عند حد غيري. تمام. ايه ده؟ وصلت الرساله يا شباب، بشكرك شكرا جزيلا. الدكتوره شادية حفايبه عضو مجلس النواب، وهي بتقول لكم يا جماعه الولاده الطبيعيه افيد كثيرا وعلميا ده مثبت، وبتحظى كمان الاطباء بانه فلوسك هتكون حرام لو ما فيش حاجه لانك تعمل ولاده قيصريه او رغبه ملحه او خلينا نقول حاجه ملحه لده. نروح لخبر تاني. اخر خبر معانا. طيب هنروح مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع مع حضراتكم اول فقراتنا، حكايه مصريه بين تحدي الوجود واراده الصمود، الدكتوره جوده عبد الخالق وايضا كريمه العزيز الدكتوره كريمه كريم بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم مره تانية. هو قامه كبيره، استاذ كبير في علم الاقتصاد وسياسي بارز ولامع، ووزير اسبق للتضامن الاجتماعي وللتموين، ومفكر ايضا مجتمعي كبير. وهي ايضا استاذه كبيره في علم الاقتصاد ومحاضر دولي، اسهمت بنشر العديد من المؤلفات والكتب في جميع انحاء العالم، وهي ايضا مفكره وسليله اسره سياسيه بارزه تنتمي لحزب الوفد. الزوجان الاشهر والثنائي الاشهر في الاقتصاد المصري ربما قرروا ان هم يشاركوا المجتمع المصري حكايه مصريه اصيله جدا فيها الكثير من التحديات، عشان يتركوها وثيقه للشباب ويطلقوا العنان ليهم بالتفكير في رحله انسانيه مليئه بقصص الحب والنجاح، وايضا مليئه بالتحديات والصعاب. ورغم اهتمامهم بعلم الاقتصاد القائم احيانا ويقترب من علم المنطق، الا انهم تجاوزوا كل المنطق فيما واجهوه من صعوبات، ورغم كمان ندره الموارد اللي بيقول عليها علم الاقتصاد، لكنهم نجحوا يستغلوا ندره هذه الموارد في صناعه نجاح كبير جدا. خلونا نرحب في الاستوديو بالدكتور جوده عبد الخالق وزير التموين الاسبق، وزوجته الكريمه الدكتوره كريمه كريم. اهلا بحضراتكم، شرف كبير جدا وان حضراتكم معانا. اهلا بحضراتكم، اهلا بحضرتك معالي الوزير، واهلا بحضرتك يا دكتور. يعني خلينا نقول بقى ايه ليديز فيرست، ونتكلم على من وجهه نظر حضرتك اهميه ان يكون في سيره ذاتيه تتكتب عن قصه كفاح زوجين مميزين جدا جدا، والسيره الذاتيه لما تكون مشتركه بتتكتب مشتركه من الطرفين، نتكلم عنها من وجهه نظرك. هي يعني فكرة الواحد ما بصلهاش كده، يعني أنا مش من النوع اللي أحب الكلام والبتاع وسيرة ذاتية وخلافه، لكن الوضع اللي حصل إن أصبحت الشباب في وضع عايزين ياخدوا كل حاجة. يعني بنشوف شباب الأسرة وشباب الجامعة، لأن أنا بتعامل مع شباب وهو بتعامل مع شباب، كل عايز يحصل أي حاجة وأي مشكلة، يعني أيوة في مشاكل وكده. فحبينا نقول الحل إن إحنا نقدم تجربتنا في هذا. كون بقى فكرنا سيره ذاتيه وده يكتب ايه وده يكتب ايه، المساله ما مشيتش كده، لان كان احنا عندنا من ناحيه الموضوعيه، وبرده النقطه الثانيه، يعني احنا قلنا عمليه انا في حاجتين كنا عايزين نثبت منهم. اولا حكايه الشباب انهم لازم يشتغلوا عشان يعملوا حاجه، واحنا متهيألي اللي مرينا بيه لا اتمنى اي حد ما حبوش حتى العدو، يعني فاهم، ان يمر بيها اللي عملنا مع الشخص الصهيوني ده. الحاجه الثانيه انها عمليه التفرقه الاجتماعيه، يعني بمعنى ايه، انا مش واخده على كده، يعني انا اخد حد كده مهما كان الشخص كويس، لا ايه، وانا عايزه ايه، وانا مش واخده على كده. يعني ان انا عايشه في كنت في طرف بعدين اجي اتبهدل، او بيسموها اتبهدل كده. فكانت الاثنين يعني قصتنا بتبين، انا عمري ما فكرت في الحكايه دي خالص، يعني لما لقينا الظروف الصعبه هناك عمري ما قلت له مثلا لا انا ماليش دعوه، يعني كانت مجرد الطياره وصولي، يعني فاهمه، يعني ما بجيبش لنفسي كوبايه ميه في البيت. يعني ليه حضرتك وافقتي رغم انه انا في الكتاب بتقولي انه مثلا ربما يكون الشوكولاته مثلا كان بمرتب اي موظف في وقتها، ويعني ليه حضرتك مثلا قررت انك توافقي على جوده؟ طبعا لا، انا بص هقول لك حاجه، انا والدي ووالدتي الحقيقه مربينا بطريقه لازم تبقى جامدين في الدنيا، رغم بقول لك ما جيبش لنفسي كوبايه ميه، ما علقش حاجه. ازاي حققوا بقى المعادله دي في التربيه؟ التربيه لا ده سؤال مختلف عن السؤال اللي قاله. المعادله دي اتحققت بان تعرف الناس اللي بيشتغلوا معانا بيبقى كانهم اعضاء في الاسره، مفيش حاجه اسمها، يعني انا بستغرب في الحكايات اللي بشوفها في التلفزيون اللي بتشتغل او كده تقعد على الارض وده كده، انا نفسي بتاثر، ها؟ يعني انا اتذكر يعني الواحد كده لو بنتفرج على التليفون ويستفرج او امينه كده يقفوا يتفرجوا مع ماما تقول تعالوا اقعدوا جنبنا هنا، ها؟ يعني 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 الاحساس بتاع لو واحده بتعمل كده، كان عندها بنت كانت دروس خصوصيه بتعطى لها لغايه ما اتخرجت من الجامعه، ها؟ واتعمل كذا، لما يجي يعي اي حد منهم لازم يصرف عليه سواء مستشفى او غير مستشفى، لما يصل لمرحله مش قادر يشتغل
مرتبه بيروح لبيته كل شهر ويجيب حد بداله كده. ف يعني وبعدين حصل حاجة، احنا 52 لان والدي كان عضو مجلس شوفوا كده والدي وكده وكان محامي معروف. ف يعني لكن حضرتك وافقت في الاخر على دكتور جودة لانه كان متفوق. انا وافقت انا اقول بتاع اللي عايز اقوله، والدتي بعت حاجة ليها وكده، يعني حطوا ايديهم في ايدين بعض، عمر ما كان بيقول ايه انا مالي، فاهمة انا مالي. فلما رأيت الظروف كده هناك ما اقدرش اقول طب انا ابعت والدي ابعت لي تذكرة طيارة. اختياري انا اخترت، ولا عمري فكرت في كده والله. ده زملات في الكلية الاقتصادية قلت طب ما ندمتيش، قلت عمري ما فكرت في كده وانت بتكلميني دلوقتي. يعني اللي عايزه اقول انا اخترت جودة لان هذه، انا ربيت اصلا على سؤال هذا الواحد ان هذه كون ان هو ظروفه صعبه كده، وكان زي ما بيقول لي كمان بيذاكر على لمض الشارع كمان ممكن، وطلع الثاني على الجمهوريه في ادبي وطلع الاول في كليه الاقتصاد، اذا واحد جامد. وقبل الرئيس جمال عبد الناصر وكلم حضرتك مرتين، مره في الثانويه العامه كتاني مصر، ومره بعد كمان بكونك الاول بالظبط. لا دي ما بتعملش. انا من الحاجات كتيره نسيتها، من الحاجات مثلا انا كورنت كان من مبارك بقى على جائزه الدوله التشجيعيه وكده نسيتها، يعني في حاجات كتيره نسيتها في حكايه تكريم في الجائزه او كده، مش دي الفكره. انك مع ظروفك الصعبه وقدرت تعمل كده، انا ما بحبش الفافي. ها بس هنا في نقطه عايزه اضيفها يمكن ما الناس ما تاخدش بالها منها، انها لما قلنا هنرتبط ببعض طبعا في حاجه مهمه، ان انا ما كانش عنده، عرفت انها عاليه قوي، يعني هو بيقول 5 سنين حاطيني عليك وانا مش واخد اخد بالي زملاء كلهم زي بعض او كده. 50 بحب فيها يا في صمت في صمت كده لا يعني قول لي ادي رسائل حلوه، بعت رسائل كتير وانا ما بشوفش. انا برضو متربيه الاخوات زملاء وزميلات زي بعض، يعني اي حد يبقى طالع المعادي ممكن يفوت كريما، انا قاعده اقول له تعالى خد خد شاي. انا حاسس ان حضرتك عقلانيه اكتر دكتور جوده، يمكن شويه رومانسي اكتر. فالفكره لما حتى قابلت، ما برضو بالعقل ها هو شخص كويس وكده لكن فكره احنا عايشين في عالمين مختلفين ممكن نختلف. فزي لما والدي، لان المساله ما كانتش سهله على الاسره، تقدروا تحطوا نفسكم مطرح الاب والام. واسمحي لي اروح لفكره العالمين مع دكتور جوده، لان بس انا عايزه اقول عملت ايه لان هنسى يعني علشان التامين التوفيق كده. انا قلت لوالدي انا عارف احنا كذا، هيبقى الخطوبه سنه وكتب كتاب سنه، يعني مش هيحصل جواز قبل سنتين. ليه؟ لان لازم هنا العقل يشتغل، مش انا لا اؤمن حكايه العاطفه كده، العقل يشتغل ممكن قوي على مين بحيث لا نتفق مع بعض. وبالتالي الخطوبه فعلا سنه، كاتب الكتاب كان 10 اشهر لانه جات له حكايه كندا. فاللي عايز اقوله انك مش تمشي كده خلاص كله كده، لا شغل هنا وبعدين تيجي العقل. ودي الصوره بقى اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي بقى حضرتك تحكي لنا عنها. جوده بقى هو يقول الجزء الخاص دكتور جود. يعني انا اولا عايز اقول انه الكتاب احنا كتبناه عشان كنت يا شباب وعشان كل الشباب اللي يسمعونا، وايضا عشان الكبار، لانه في رسائل مهمه كنا عايزين نبعتها للناس. من الرسائل المهمه اللي انا عايز اتخذ الفرصه واكد عليها، انك انت دائما في مواقف مختلفه كانسان صغير او كبير، شاب او عجوز، بتواجه خيارات بين المصلحه وبين المبدا. على فكره اصعب الخيارات طبعا انك انت تشوف مصلحتك تقول لك امشي كده ومبداك يقول لي امشي كده. الاختيار يتم ازاي؟ دي مساله مهمه جدا. وانا عايز اقول انه ربما ضغوط الحياه كتيره بحيث انها تخلي الواحد يميل اكتر اتجاه المصلحه من اتجاه المبدا، ولكن دي تبقى خساره كبيره جدا على مستوى الاقتصاد. ده معناه ان دكتور جوده طول الوقت كان متمسك بمبادئه مهما كانت الظروف. ده بامانه شديده ده الموضوع. ولذلك انا مش بتكلم بقى كلام يعني وعظ وارشاد، لا انا بتكلم من واقع تجربه. وفي الكتاب في أكثر من مثال لهذا، لما أنا قررت أن أنا أتنازل عن البعثة لروسيا على أساس المبدأ اللي عندي الحب، أنا بحب الست دي ولازم القرار، زائد موضوع خاتم الألماز. لما دي كانت على فكرة تقريبا من أصعب لحظات حياتي، المصلحة قالوا أوكي هنجيب خاتم يعني ألماز مش حر، ومين عارف هنقول حر. فأنا قلت لا،
رفضت. وانا عارف ان ده معناه نهايه الموضوع ربما يعني. وكانت لحظه قاسيه جدا يعني كل ما تذكرها. انا عايزه بس معلش اقول كده لان والدي كان مصر بنته تعرف والدي كان رافض طب هتعيش ازاي انت هتاكل شوكولاته ده مش هقول لك ايه فقال بنتي ما تتخطبش باقل من خاطر الماظ ماما والدتي الحقيقه كانت متفهم فعشان كده قالت لي طب ما ممكن يجيب عادي ونقول عليها يعني مش هيعرف والدي ما قلت فهو الحقيقه رفض وده كبر في نظرني قوي انه قال لا انا ما غشش طب رد فعل الوالد بقى كان ايه وقتها لا ما يعرفش يا بابا يا والدي ما يعرفش لا انا والدتي هي اللي فكرت في حاجه كلمت السائق بتاعها وبتعرف الالماس لما يعاد بيعه بينزل جامد يعني مثال الحاجات الثانيه فقلت له جيب لي يعني الماس حد بيعه يعني مستخدم وبالتالي قدرنا لكن الظريف لما كريمه كرايم تبقى لابس خاتم الماس فكل تصور ان خاتم الماس يعني جديد وحروه في كل المواصفات لانها كريمه كرايم لكن انا عايز بس اقول انه يعني برضو اعمل نوع من الاسقاط على حاله المجتمع بتاعنا بمناسبه الكتاب حاليا تقريبا بقى صعب جدا على اي حد ان يتقبل حد تاني مختلف عنه صحيح دي مساله خطيره جدا جدا يعني ولها مظاهر كثيرة سواء بالنسبة للدين بالنسبة للوضع الطبقي بالنسبة لمجال العمل الثقافة إلى آخره أنا التجربة بتاعتني هنا بتقول أنه لا يجوز أنك تحكم على أي إنسان لمجرد شكله أو وضعه الطبقي يعني لو بسيط لحالتنا حالتين أنا جيت من عالم فقراء في الريف وكريم جاي من عالم تاني الطبقة الوسطى العليا في المجتمع المصري بأي حسابات منطقية الكل كان يقول في الواقع هناك استحالة وأنا الشخص الوحيد اللي قال لا هناك إمكانية وستتحقق واجهتوا التحديات سوا بعد كده الصعب لكن عايز أقول بما إن ده حصل إذن ليس هناك ما يمنع أنه يتكرر صح؟ طبعا لأنه يحصل تقابل بين أفراد مختلفين سواء طبقيا أو فكريا أو دينيا أو لأسباب من الأسباب ودي سهل للشباب أو حتى سياسيا يعني أنا دلوقتي بشوف في نطاق الأسرة الواحدة للأسف في خلافات حادة جدا صحيح وده موضوع خالق درجة من التوتر داخل البيت وخارج حضرتك البيت. بتشوف ان الخلاف ده نتاج طبيعي لان في حدث استثنائي حصل في 2011 فدي توابعه يعني توابعه ولكن عايز اقول حاجه عشان كده معنى كده ان احنا اتنين زي بعض في خلاف هو يساري وانا ليبراليه ما هو لا ما هي الفكره يعني توجهات سياسيه مختلفه بتاع احنا اتجاهات سياسيه طبعًا. مختلفه طبعًا. بس انا احترم رايه وهو يحترم رايي ايوه يعني هي دي النقطه لكن الخلافات موجوده يعني من الاول بس دكتور جوده خلينا نعترف انه اما حضرتك يعني بتتكلم على خلفيات مختلفة خالص سواء اجتماعيا أو الظروف كانت قاسية لحضرتك العائلية إنك برضو تفكر في دكتورة كريمة وحضرتك عارف الخلفية بتاعتها ده بيعكس حضرتك عندك ثقة بالنفس رهيبة وإيمان بالذات يعني قوي ده صحيح ولكن أنا حتى خدت القرار قبل ما أعرف عنها أي حاجة من أول لحظة شفتها فيها قلت لنفسي دي البنت اللي أنا هتجوزها اسمها كريمة كريم بنت مين أبوها إيه لأنه ما كناش لسه تعملنا فحتى قبل المعلومات دي وبعدين بدأت المعلومات تتضح وزملائي يقولوا لي يا عم ارجع يعني السكة دي لأنها فيها زحلقات كثيرة جدا أنا قلت له لا مش هرجع وقعدت 5 سنين أشتغل على الموضوع كريمة تعبتني جدا لأنها بتجمعش كفاية وأنا لا أحتمل بس الحمد لله جمعت في الآخرة في الآخر طبعا بعد إلحاح فعايز اقول انه دي نقطه مهمه في الظرف الحالي في الظرف الحالي احنا كمجتمع مصري محتاجين يعني نمرن نفسنا وانا استوعب فكره انه في اختلافات ولكن هناك تعايش في ايه مع وجود الايه الاختلافات سواء لظرف طارئ زي ما اشرتي الموضوع بتاع يونيو 2013 او غيره انما حتى مثلا في مجال كره القدم تبص تلاقي يصل الامر لحد العداوه بين الاهلاوي ده كلام قله عقل عارفه في الواقع حاليا علماء البيولوجيا بيتكلموا على نقطه مهمه اللي هي التنوع هو اساس الحياه وجود البشريه صحيح لو البشريه فقدت التنوع يعني في النهايه تفقد المقاومه فدي الحاجات اللي احنا حابين ناكد عليها للشباب هو هنا بس دكتور واضح من كلام حضرتك انه برضو حضرتك من صغرك وانت متمرد بشكل او باخر على الظروف والاوضاع يعني خلينا نقول وانا عايز اخد حضرتك لنقطه برضو لان حضرتك بتقول دي سله الشباب يمكن كتير
من الناس اللي بتشوف الدكتور جود عبد الخالق الوزير والاقتصادي المرموق لو ما يعرفوش البدايات؟ وحضرتك يمكن اشتغلت في يعني مهن صعبه وظروف صعبه جدا، يعني ما حدش يعرف مثلا حضرتك كنت بترعى الاغنام، راعي غنم في القريه، وكنت بتشتغل في الارض الزراعيه وبتنقل السماد العضوي، يعني عايزين هتحكي لنا على الموضوع ده، وصولا بقصه الحذاء اللي حضرتك قلت ان هو ليس فقط يعني ليس مجرد حذاء لكن ده وسيله العبور للمستقبل. خدت بالك النقطه ديت؟ انما بالنسبه للنشأة، النشأة في الريف، عارف، والريف الكلام ده في الاربعينات من اثناء الحرب العالميه الثانيه، تقريبا في نفس وقت حرب العالمين اللي كانت في الصحراء عندنا او معارك العالمين. وانا نشات الاسره يعني وقت ما نشات فيها كانت فقيره، قبليها بجيلين ثلاثه ما كانتش كده، كانت مرتاحه، لكن دوام الحال من المحال. طلعت الكلام ده، الناس يمكن ما عرفوش ان انا اكتسبت اسمي من وضعي في القريه، لانه امي ما كانش بيعيش لها اولاد، فندرت نادر الشيخ جنبنا اسمه الشيخ جوده انه اذا الولد في بطنها ده لو عاش هتسميه شيء، هتسميه جوده. فطلعت انا فخدت الاسم بتاعي كويس في القريه. طبعا اسره وعلى قد الحال، فاشتغلت براعي الغنم، جزء منه الغنم بتاع الاسره لكن باقي الاسر، ودي تجربة استفدت منها جدا جدا، يعني انا بتعلم حاجات كتير من راعي الغنم. اول شيء المسؤولية، انت مسؤول عن قطيع، والقطيع بيواجه مخاطر، طب ازاي تعرف ان في مخاطر جاية وتعمل ايه لما يحصل مخاطر؟ انت لازم ترجع بالقطيع كامل العدد، دي المسؤولية بتاعتك. يعني احنا بنتكلم على علم إدارة الأزمات دلوقتي. مظبوط، وده ساعدني لما رحت وزير. ايوه، انا مسؤول عن كذا مليون مصري لازم اعيشهم في يعني بعيد عن الأزمة. دي نقطة. النقطة الثانية الزراعة، وهنا كان احتكاك المباشر بالحمار. الناس عندنا عندها فكرة مغلوطة عن الحمار، فانا حبيت اصحح الفكرة عن الحمار، انه مخلوق مخلص جدا، دؤوب جدا، عنده رؤية للهدف بتاعه، لما تعرفه المسافة بين البيت والغيط خلاص انت تحط عليه الحاجة وهو يرجع، لو كان في الغيط يروح راجع البيت، وبيتعامل معاملة وحشة قوي جدا. وعنه هو عنده كبرياء وأنفة، وبالتالي ممكن يتمرد كمان، يتمرد. وقلت ايه العلامات لما الحمار هيقرب من انه يدور على صاحبه؟ يعضه ويرفصه، ممكن يموته في النهاية، بيبان من ودانه وديله، عارفة يعني. أيوه. بص لودان الحمار وديله تعرف الحالة المزاجية بتاعته. أيوه. لما انتقلت من القرية إلى المدينة، أنا عدت حوالي يعني بتاع 12 سنة، فأول تمرد كان في الكتاب عند الشيخ عبد الناصر. يعني سألته معنى الآية بتاع سنسمو على الخرطوم، فضربني وعزف. يعني من سخرية الأقدار أنه سبب رفضك الالتحاق بالأزهر شيخ كتاب. مظبوط. مع أن المفروض يعني التطور الطبيعي أنا دارس في الكتاب يلا أدخل الأزهر. مظبوط. ولا هي كان يعني كان قبل الموضوع ده بأسبوع، لما انتقلت بقى للمدينة أنا عايز التحاق. ربما هو مش عارف التفسير. نعم، ربما هو مش عارف التفسير. بعض الناس قالوا كده، هو ضربه بقسوة لأنه مش عارف، وما حبش يقول أنه مش عارف أو يتكشف، فلازم بالضرب. طبعا هنا خلق عندي يعني من الصغر موقف من السلطة والقهر اللي ممكن يجي من أي مصدر من المصادر أيا كانت الصورة. صحيح. فحين بقى نيجي لموضوع الجزمة ديت، لأن نقطة مهمة الحقيقة عايز أقولها. أنت لما تكون ما عندكش غير جزمة واحدة كويس، وبعدين لازم تلبس الجزمة دي عشان تروح المدرسة، والمدرسة هي السبيل الوحيد للارتقاء. فزي ما قلت في الكتاب إن الجزمة ما بقتش مجرد مركوب لو أغزل الواحد يحط، إنما أصبحت في الصاروخ اللي أنا هركبه عشان أطلع لفوق. هل الظروف القاسية اللي حضرتك بتحكي عليها دي علمتك إنك تقدر الأشياء البسيطة في الحياة وتعرف قيمة كل حاجة، وإن مهما كانت أي حاجة بسيطة هي ليها قيمة؟ طبعا. وإني يعني برضه عايز أشير لدور الأبوين، رغم يعني قلة ذات اليد والفقر كده على بلاطة، والدي والدتي علمونا انه القناعة داخليا هي الاساس، وبالتالي كان ينهارونا جدا لما نبص على حد عنده حاجة جدا. وذلك انا نشأت مستغني، عارفة، مهما كان قوة الاستغناء. بالظبط كده، دي صحيح. انت عارف انك مستغني تبقى ملك نفسك وملك الدنيا كلها. وده نفس الكلام برضو عن دكتورة كريمة، فكرة الاستغناء، وحضرتك ذهبتي لكندا واضطريتي انك تعملي في ظروف برضو قاسية، وقلتي كنت بتبيعي مقشات.
ده حقيقة؟ ده حقيقي. ده لما بيع مقاش اخد 50 سنت حوالي 10 ساخ، بس احنا محتاجين عشان ناكل جبنة يوم ما كلش لحوم كده. بس انا عايزة اقول حاجة قبل ما تبدأ، انها رغم اختلاف العالمين والاسرتين، انا سعيدة باسرة جودة، ويعني حاسة انها يعني اسرة جودة بقت اسرتي واسرتي اسرة جودة. لم اسمع لما دخلت، انا قلت سنة يعني الواحد بيشوف كل اللي لازم اروح لهم ويروحوا كده، وهم قاعدين في حي شعبي وكده، وانا قاعده في حته مختلفه وسواء بتاع وكده. فانا لم اسمع كلمه غلط قيلت قدامي في من اسره جوده. وبالتالي انا لما اسمع كلمه غلط، تعرفي اللي بتتقال كده توجع ودني، يعني ما عنديش قدره، لان جايز مش متعرضتش ليها من صغري، فيعني اتعب نفسيا. اقول ايه؟ ومره مسكت شباب في المعادي، في شداد المعادي، وديتهم يعني اللي فيه النصيب، عيب تقولوا كده احنا مش في الشارع. تفتكري حضرتك اول احساس وصل لك لما دخلتي هذا البيت الشعبي؟ يعني برضو حضرتك مش متعوده على كده، او قاعده في بيت مختلف. انا بصي انا اتعودت، يمكن اول بيت ادخله كده، لكن انا زي بقول تربيه الاسره، ها المهم البني ادمين، المهم مش انت معاكي ايه او فيك ايه او عندك ايه. يعني انا ما اعرفش كتبت ولا مثلا والدي رفض البشويه من بعد ما اتمضى عليه من الملك فاروق، قال مش هيشتريني بكده، هو ضد كان الملك والفساد وكده، فقال مش هيشتريني. والنحاس باشا يقول له يا علي ده اتمضت خلاص، طب خدها. هو كان مضى البشويه ومضى له يبقى محافظ. واعتذر بعد شهرين ثلاثه، قال لا ما يشترينيش. وده اللي خلاه برضو برغم فوزه في الانتخابات على منافس ليه، ان هو يخلي المنافس هو اللي ياخد المنصب، لانه عارف انه لا مش ياخد المنصب، ماليش دعوه. ده الملك علشان يعني يزيحه، نزل يعني يعني مسيحي. ينتقم منه فعايز يزيحه من البرلمان، فحط باشا، لان شبرا ولود الفرج كان اغلبهم مسيحيين. ايوه واحد باشا بقى، مش انت علي رفضت البشويه ومسيحي، ها صحيح. لكن الناس فاهمين المسيحيين وقفوا صندوق لا بالهم، كان عضو مجلس نواب بعدين مجلس شيوخ، وكان مكتبه مفتوح للكل، كل كان عارف مين علي كريم. فهم بقوا يعني ما قدرش انه يزور اي حاجه. بعد كده المقبول لما كلم والده قال له انا ما قدرتش ازور، قاعدين حاميين الصناديق باجسادهم، لانهم عارفين طالما حد نزل قدامك. وكان بياخدها دايما بالتزكيه لمده 7-8 سنين. يعني من ساعه ما نزل ما كان يسمع. فاللي عايزه اقوله الناس بتقدر دايما مين اللي يخدمها وكده. والاسره، انا عايزه ارجع للاسره. الحمد لله اسرتي يعني اسرتي بقت اسرته، واقترب جدا من والدي لما دخل، واسرته اسرتي، لان مش مساله يعني انا اقعد فين او اعمل ايه، هو الناس هم مين. ها صح. دي هي كده. وانا عشان كده انا حبيت اقول بعتز قوي. والتجربه دي التجربه دي يمكن خلينا نقول نفعت حضرتك جدا في كندا، وقلتي واجهت الصعوبات. بس عايز توقف عند نقطه ملحميه كمان في الاضطهاد اللي تعرضت له كمان في كندا، وده كان عامل اساسي في كتابه الكتاب. لا انا عايزه اقول حاجه، مش ارتباط، مش الاسره كده، ان انا اشوف كده يعني دي حاجه عمري ما بفكر واربط. انا دلوقتي في تحدي معين وما بعتش لوالدي اقول له كده، لا انا جودة اما نعملها اما ما نعملهاش، لكن ما سيبوش مثلا قول وانا مالي، ها انا مش واخده على كده. شغل حضرتك في شغلانات بسيطه زي بيع مقاشات، مساعد طباخ، هل دخل ليكي يعني كان يبقى ملهم ليكي خلفيه دكتور جودة انك عارفه انه كافح كتير قوي؟ لا في شبش خالص. يعني انا باخد الحكم، طبعا الاسره ما تعرفش احنا اشتغلنا فين لما خدنا الدكتوراه ورجعنا. أيوة. لانه يتصوروا يعني بنت وحكايه كده. بس حضرتك خدتها ازاي رغم التحدي وفكره يعني قدرتوا تحصلوا على الدكتوراه في النهايه رغم ان كانت برضه لا هو كان يعني مثلا العنوان بتاع الفرعي، احنا قلنا حكايه مصريه بين تحدي الوجود وإرادة الصمود. ايوه الاستاذ الصهيوني وقال لنا كده صراحة مباشرة، قال رجعوا بلدكم، رجعوا بلدكم كده يعني مفيش دكتوراه. فكان بقى دلوقتي هو بيهدد وجودك انت، واحد كمصري، اتنين كطالب، هي معيدة انا معيد، عايزين ناخد دكتوراه. فلما يرجعنا بالمنظر ده يبقى يتحدد. فاذا كان في بقى صراع ارادات، ارادته هو ومواجهة ارادتنا احنا، ونشوف مين اللي يغلب.
في ظروف مش لصالحنا خالص، ولكن عايز أقول إنه التكاتف بتاعنا احنا الاثنين ده كان عنصر حاسم. يعني لو هي قالت أنا ماليش دعوة أو أنا قلت كذا، إنما كنا يعني في حالة تفاعل عضوي. طب كنتوا بتشجعوا بعض ازاي بقى؟ لان انتوا كده زي ما بيقولوا us against the world، احنا ظهرنا في ظهر بعض للعالم. برضو واحنا يعني في الاجواء بتاعت حرب اكتوبر ده كان على خلفية حرب الاستنزاف، والاخبار جاية من الوطن مش صار ضربوا بحر البقر، ضربوا المصنع بتاع وزعبل، المعادي، المصانع، المعادي فيها مصانع حربيه. بس عايز اقول لك حاجه، حرب اكتوبر كانت واحنا بنعمل دكتوراه اللي هن كنا مكرمين جدا. أنا اللي بتاع لا انا عايزه خلفيه حرب اكتوبر، لا ما كانش يعني كنا في ماكماستر، كنا عملت البتاع يعني هي الفكره اللي عايزه اقوله حرب الاستنزاف الاستنزاف وكده لكن احنا يعني كان كل همنا ازاي نقدر نقابل الوجه كده. عايز اقول لكم حاجه، الشخص اللي هو اسمه ايه ده الصهيوني ها ما كانش له اي حق انه يعمل كده، لان جودة كان واخد منحة سنة هتخلص ها، وبعدين حصلت بعد 3-4 اشهر انا كنت بعمل الماجستير في الجامعه الامريكيه. انتوا عارفين الجامعه الامريكيه طب يعني احد الجامعات الامريكيه، كنت واخده ايه، كنت خلصت الكورسات واخده ايه هناك. فرئيس الاتحاد غير مبرر القسم الاقتصاد هناك قال لي يعني بالضروره هتاخدي منحه. فالتاني كان ذكي بطريقه عمري فكرت فيها لما قدمت بقى، وبعد ال 10 ايام يعني انا مش عارفه، جيت بسال يعني متاكده ان هاخد المنحه، لان انا ايه ستودنت يعني امتياز، فعايز ايه. فقال لي انت ما قدمتيش اصلا. حطيت ليه بقى؟ لان بعد ما قلت له انا قدمت، بعد يومين قال لقيت ورقك في الصندوق البريد اللي جنبي بقى، انا يعني وانا بعمل ما قريتش كذا وحطيت في اليد. بس دي ذكاء كانت منه او يعني خبص منه او حاجه. ليه؟ لانه لو كان قبل ورقي، لو كان اعترف ان انا ورقي غصب عنه كان يديني منحه. فشوف فكر ان انا لا ما وصلتش، وقال لي خلاص يبقى الباب اتقفل مش هتاخده. اتصرفتي وقتها ازاي؟ ولا حاجه. عملنا بقى اجتماع على بقى مستوى الاسره انا وهو بقى. رحنا في الجامعه كانت بتطل على المحيط الهادي ومن ناحيه وغابه من ناحيه ثانيه، فروحنا على حافه الغابه وقدامنا المحيط الهادي نحاول نستشر في الافق ونشوف هنعمل ايه. بنقيم الموقف، لازم تعيدي النظر في الاولويات وحياتك انت هنا بقى. اولا احنا كنا رفضنا نقدم على طلب هجره في الوقت اللي كندا كان بتدلل على مهاجرين، رفضنا وكانوا يتخانقوا معانا، رفضنا لان احنا مش بنعتز بمصريتنا جدا، دي نقطه مهمه في الموضوع. مع ان رغم كده ممكن تحصلوا على الجنسيه كل وتاخد شغلانه بسعر حلو. انما انت احنا رفضنا رغم ظروفنا ده كله، قلنا هي جنسيه واحده الجنسيه المصريه بالظبط. كطالب التعبير القانوني انت إليان يعني غريب، وبالتالي ليس لك حق العمل. اذا لما تنزل سوق العمل لازم ترضى باسوأ الاعمال واقلها اجرا على الاطلاق، زي شيل مهشات و يعني كل الشغلات. انا اشتغلت عامل فاعل في البدايه وغيره، وده معناه بقى انه ميكانيكي كمان، واشتغلت ميكانيكي ونجار ده مش ممكن يعني، وبياع كتب وجنايني وبتاع دوت عسكري مرور، يعني منظم المرور ده عسكري مرور كان كويس. بس كل دي خلقت مني انسان اقوى واكثر فعاليه. يعني انا يعني بصراحه بقول رب ضاره نفع. كويس المساله دي حصلت ليه بقى؟ يعني بالنسبه للكريمه ولا انا لا يمكن توجد مشكلة أيا كانت مش هتقدر نقدر نتغلب عليها. في كلمة واحدة قبل ما نختم مع حضرتك، كل التجربة الصعبة خلينا نقول وملهمة، وحضرتك بتحلف اليمين لتصبح وزيرا، ما جاتش في بالك هذه الذكريات؟ يعني حسيت بإيه؟ عايز اللحظة دي بقى. اللحظة دي لحظة صعبة صعبة لسبب، لأنه أنا عمري ما كان ليا درارة بالعمل الحكومي على الإطلاق، والملف بتاع اللي أنا هشيله ده في الوزارة أصعب الملفات وأتقالها، تموين وشؤون اجتماعية يعني مسؤول عن طلابة. فاللحظة كانت لكنه منصب وزير أيضا. نعم لكنه منصب وزير. لا والله ممكن يكون مكافأة. أنا كنت بصير من زاوية ثانية يا حسام، اللي هي إنه أوكي أنا جيت من بين الناس الغلابة دول وعايز أعمل حاجة ليهم، ده كل تفكيري، ولكن مش مؤهل لانه ما عنديش سابق خبره. فكان الخوف من النقطه ديت،
بس زي ما اجمعنا انا وكريم لما عشنا الموضوع انه ده نداء الوطن في اللحظه دي نخدمه. احنا طبعا بنتكلم عن قصه حياه مصريه مهمه جدا، قصه حب، خلي بالك قصه طبعاً. حب طبعا الحب هو الاساس فيها. يعني هو القوه الحقيقيه. احنا طبعا بننصح طبعا كل المشاهدين وكل الشباب ان هم يجيبوا الكتاب ده، لازم يجيبوه، لازم يقروه، لازم يستفيدوا من قصه الكفاح وقصه الحب العظيمه دي، لان دي هتفيدنا كلنا في الحقيقه. انا نفسي مش يعني حقيقي لازم اقرا الكتاب ده مره واثنين وثلاثه. عايزه رساله اخيره من حضرتك للشباب، ورساله اخيره برده من حضرتك الشباب في ختام الفقرة. الرسالة انه الافق مفتوح الى نهايته تماما، وانه بكرة باستمرار يحمل اشياء تساعدنا على اننا نحقق اهدافنا. ولكن زي ما قال الشاعر، ومن خطب الحسناء لم يغليها المهر. انت عايز تخطب الحسناء يا بلاته، فتعايز تبقى حاجة في مجال. وبالتالي نقطة البداية الأولى لازم يبقى لدى الشباب هدف محدد، وبعدين إذا كان عنده هدف مؤمن بيه واثق بيه، فثق تماما إنه الإصرار على تحقيقه سينتهي بتحقيق الهدف. دكتورة كريم. دكتورة أنا برضو إن الشباب لازم تبقوا صامتين وأقوياء للتحدي، بس على شرط شغلوا عقلكم الأول في الاختيارات، يعني بحيث اختيار العمل، اختيار الشغل، اختيار رفيق الحياه. مفيش حاجه اسمها عاطفه كده، عاطفه تيجي بعد العقل. ولو اخترت ليه بقول العقل الاول؟ لان لولا العقل ما كناش قدرنا نتغلب على كل حاجه. طبعا هي حلوه ان هو عاطفي، انا قلت من الاول ان حضرتك عقلانيه والدكتور هو العاطفي، رغم ان بالظبط الاثنين مع بعض فبيؤدوا الى حاجه، وربنا يوفقهم. كنت متوقع العكس، كنت متوقع العكس. نورتونا وشرفتينا وجودنا معاكم النهارده. شرفتونا. الناس حكايه مصريه ما بين تحدي الوجود واراده الصمود. الكتاب موجود في العديد من المكتبات. بنشكركم شكرا جزيلا. ونروح حضراتكم لفاصل، بعد الفاصل مكملين معاكم في صباح الورد. خليكم معانا. يعني منورانا في الاستوديو، مش محتاجين بقى ان احنا نتكلم كتير. احنا منورانا في الاستوديو ملكه جمال مصر للكون لعام 2018 ضيفتنا نريمان خالد. صباح الورد ومبروك على الفوز بالمسابقه. مبروك، نورتينا. يمكن المسابقه كانت توقفت حوالي 4 سنين، وفي الفترة دي تم تشويه المسابقة بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي، وهجوم على ملكات الجمال والطريقة اللي بيتقدموا بيها، وان بيركزوا على الشكل بس، مع ان الفكرة اصلا او فلسفة مسابقات ملكة جمال الكون المضمون كمان. بالظبط، المضمون وليس الشكل فقط. تقول ايه بقى عن مسابقة ملكة جمال الكون؟ هو انا عايزة اقول طبعا احنا كمجتمع عندنا بالذات في مصر مش بيهتموا بفكرة ملكات الجمال عامة، بس أنا يعني مبسوطة إن أنتوا جبتوني النهاردة عشان أوضح الموضوع ده. ببساطة ميس إيجيبت يونيفرس كانت موجودة من سنة 87 لحد 2014، بعدين اتوقفت شوية فعلا ورجعت تاني في 2017 مع فرح صدقي، وأنا اللي خدتها السنة دي. ببساطة هي الكومبيتيشن الأوفيشال لميس يونيفرس، يعني اللي بتكسب بتمثل مصر في مسابقة ملكة جمال الكون، لأنه في أكتر من ملكة جمال تم الإعلان عنها مؤخرا في أكتر من مسابقة. بس دي عشان نوضح للناس،
دي الوحيده اللي حضرتك بتقدري من خلالها تمثلي مصر في ميس يونيفرس. بالظبط، هي دي المسابقه الوحيده المعترف بها دوليا. همثل مصر في مسابقه ملكه جمال الكون ميس يونيفرس تايلاند. اعتقد في تايلاند. السنه دي هتبقى في تايلاند، السنه اللي فاتت كانت في لاس فيجاس، والسنه دي في تايلاند. برضو عايزه احب اوضح حاجه، ان البلدين العربيتين الوحيدين المشاركين في المسابقه دي هم مصر ولبنان، مفيش دول عربيه ثانيه خالص. فعشان كده يعني انا حابه الناس تكون سبورتيف شويه للدول العربيه، علشان احنا فعلا نقدر نوري جمال بلدنا، عندنا احنا مثقفين ومتعلمين. بس ناريمان، يعني ايه اللي خلى اصلا المسابقه دي تخطر على بالك عشان تشتركي فيها؟ هي بقى لها 4 سنين متوقفه. هل كنت بتعملي موديلنج مثلا؟ هل كنت كات ووك او كنت بتعملي اعلانات؟ يعني ايه اللي خلاكي تيجي في بالك اصلا تشتركي في مسابقه زي دي؟ هو الصراحه انا كنت قاعده عادي على السوشيال ميديا، لقيت الاد بتاع ابلاي ناو ايجيبت يونيفرس، ففتحت الابلكيشن ومليته، وكلموني بعدها بشويه. ما توقعتش الصراحه ان هما هيكلموني. فعرفت بقى ان الكومبيتيشن رجعت تاني، وان احنا مصر خدت اللايسنس تاني. فبالنسبه لي اللي هو اتبسطت جدا ان في المسابقه رجعت تاني. استعدتي للانترفيو ازاي، وخصوصا ان بيبقى فيها كم كبير من الاسئله عن المعلومات العامه؟ الصراحه الانترفيو عايزه اقول لك كانت بالنسبه لي بسيطه، لان انا عرفت ان هم بياخدوا بالفيرست امبريشن، يعني وانس ان يور كونفيدنت وداخله بثقه وعلى طبيعتك، دي بالعكس حاجه هتخليكي يقبلوكي فيها. يعني مش لازم الواحد يحضر، مش لازم تبقي تنس قوي وداخله لا انا بن احسن واحده في العالم. لا يعني بي يور سيلف، واكيد يعني هتوصلي اللي انت عايزاه. طب انا عايز اسالك سؤال. طبعا بنشوف كتير في العالم ان ملكات الجمال بيبقى عندهم طبعا، غير ان هم الجميلات طبعا، لكن بيبقى عندهم خلينا نقول مشروع خاص، او نفسهم يشتغلوا او يساهموا بشكل او باخر في نشر وعي عن فكره معينه، في دعم فكره معينه، في دعم اشخاص معينين. انت اشتغلت في عمل تطوعي كمان في الهند اعتقد. تمام. قعدت شويه وقابلت رئيس وزراء الهند. دي حقيقه. انت بعد الفوز باللقب ده نفسك تعملي ايه؟ ايه المشروع او الفكره اللي انت نفسك تدعميها او تقفي فيها، او اللي دايما بتلح عليكي في بالك؟ بصراحه هي اكتر فكره كانت مضايقاني وعايزه اعمل فيها تغيير، فكره عملت الاطفال في مصر بالذات. عملت الاطفال في مصر. عملت الاطفال في مصر. عملت الاطفال يعني احنا نقدر نحلها بكذا طريقه، عن طريق ان احنا نوفر، نشوف الاسره دي محتاجه ايه. لو هم محتاجين رعايه صحيه عشان كده بيشغلوا اولادهم، نوفر لهم الرعايه الصحيه. محتاجين نعلم الاطفال كويس، محتاجين ننشر الوعي ان الاطفال لو اتعلمت كويس ويعني وفرنا لها الصحه والرعايه والتعليم، هيقدروا يخدموا اسرتهم احسن اما يكبروا شويه. فاحنا محتاجين ننشر الوعي ده عن طريق ندوات، عن طريق ان احنا نوفر العيله دي اللي محتاجاها، عشان نحاول نقلل عمليه الاطفال شويه. بتشوفي ازاي الـ يعني القطب الثلاثي ما بين جمال العقل والروح والشكل، ازاي ده ممكن يتعمل توليفه كده وتبقى تركيبه مختلفه؟ هو طبعا اهم حاجه الكاركتر والبرسوناليتي بتاعت البنت. طول ما انت على طبيعتك كل ما جمالك هيبان اكتر. مش هنكر طبعا ان الجمال الخارجي عنصر وبيأثر جدا، وطبيعي احنا كبنات مفروض نهتم بنفسنا وبشكلنا عشان انت بنوته يعني. ممارستك للميديتيشن التامل واليوجا، هل ده ساعدك على ان انت توصلي للمرحله دي من الثقه والثبات؟ اكيد طبعا. اليوجا بتهدي جدا، بتخليكي ركزه وعقله وهاديه، بتعرفي تاخدي قراراتك. اي موقف بتتحطي فيه فعلا بتنشط العقل بطريقه معينه تخليكي لا انت هتفكري بعدين، يعني رد الفعل يجي بعدين. وانت كمان مجال دراستك مجال كمان خلينا نقول عقل بامتياز، انت درستي بزنس انفورميشن سيستم وبالتالي البرمجه وكده، برضو معادله صعبه شويه، يعني مجال ممكن بعض يشوفوا انه صعب شويه بالنسبه للبنات شويه. لا ومش يعني مش مجرد واحده شكلها حلو بالزبط. لا هي دارسه ودارسه علوم تقيله. تعالي نشوف مع بعض في تقرير احنا حضرناه في صباح الورد، وبنشوف بقى ثقافه المواطنين بشكل عام فيما يخص جمال الروح والشكل والعقل. نرجع مره ثانيه. جمال بالنسبة لك جمال الروح ولا الشكل ولا العقل؟ كل حاجة، كل حاجة، جمال العقل والروح والشكل وكل حاجة. لا الجمال جمال الروح. جمال القلب أكيد يعني.
مش المظهر كل حاجة يا فندم. جمال القلب وجمال الروح كل دي باقية معاك، لكن جمال الشكل ده ازاي؟ هيقول له يوم ويروح، أهم حاجة القلب والحب. وجمال بالنسبة لي جمال الروح طبعا، بس لازم يكون الشكل مطلوب عشان ما ابصش بره حد يعني. جمال جمال الروح العقل. لو جمال جمال حاجة تانية ما بقاش جميل، لأن كل ده هيروح. الجمال الروح ولا الشكل ولا العقل؟ هو في التلاتة. جمال الروح. لا الروح، عشان الروح بتفرق كتير في حاجات، يعني ممكن هي تسامحك يعني لو مثلا عملت حاجه فبتسامحوا بعض في الحاجات دي، لكن لو جمال الروح لو جمال الشكل وكده فجمال الشكل كده كده هي هتكبر وهتعجز فمش تبقى حلوه. بس دي بعض العينات طبعا. بس عايز اقول لك ما يتعلق بانه في صوره نمطيه شويه عندنا ستيريوتايبنج عن فكره ملكه الجمال شويه. انت شايفه ازاي ان هي ممكن تتغير؟ انت هتشتغلي، قولي لنا انت ناويه تشتغلي على ايه مثلا عشان تغيري الصوره النمطيه دي؟ تمام. هو الصوره هتتغير فعلا لو احنا يعني المسابقات الكتيره اللي طلعت فجاه بطريقه غير منظمه، الشعب المصري ما بقاش فاهم حاجه، اللي هو انتوا بتعملوا ايه؟ ملكه الجمال ايه؟ هي ملكه الجمال دي يعني احلى واحده في مصر؟ اللي هو لا انت فاهم غلط، ملكه الجمال هي مش احلى واحده في مصر. هي ببساطه لو عرفنا اكتر عن مسابقه ملكه جمال الكون، احنا بيبقى اسمنا بره ناشونال تريجر، ثروه وطنيه. فاحنا بالنسبه لنا بيشوفوا في البنت اللي هي تقدر تمثل بلدها وبتوريها يعني بتوري يعني تقدر ان هي تريبريزنت هير كونتري عامه من كل السايدز، يعني شكلا وبتوريها الكالتشر بتاعتنا، بتورينا التراديشنز كل المفاهيم يعني ريمان اللي بتتكلمي عنها دلوقتي بما فيهم القضيه اللي انت ناويه تتبنيها وهي اطفال عماله الاطفال، هل كل ده كان في بالك في اللحظه اللي لقيتي فيها الاعلان بتاع المسابقه على السوشيال ميديا؟ هو الصراحة أول حاجة جت في بالي الفلاش باك كده وأنا صغيرة وبتفرج على الكوينز والكراون نازل سلو موشن كده على راسها. بالظبط. فأكيد دي حاجة شجعتني جدا إن أنا أقدم، فلو كنت بتمنى أكون في اللحظة دي يعني. طب معلش اسالك سؤال صريح شويه. كتير واحنا شفنا ده حصل مع كتير من ملكات الجمال قبل كده، يعني بعضهم بقى بيتوجه للتوجه التمثيل والغنى، وشفنا ده حصل يعني مع نماذج كتير. انت في دماغك برضو الموضوع ده يعني بياخدوه احيانا ان هي ستيب لفتح مجالات تانية مختلفه منها مثلا المجالات دي، انت في دماغك كده؟ الصراحة هو اللي شاغل دماغي حاليا ان احنا يعني قدمنا كتير في مسابقة ملكة جمال الكون وما وصلناش فيها ل يعني بالظبط. فدي ده ماي كونسرن اليومين دول. انا فعلا حابه يعني يعني لو اتجهزت بطريقه معينه اوري مصر شويه، يعني احنا بنشارك وكل حاجه بس مش بيوصل لنا الدعم الكافي من بلدنا ان احنا نوصل لمرتبه متقدمه زي البلاد الاخرى يعني. فده ماي كونسرن دلوقتي. طب انت شايفه ان احنا نقدر نعمل ده السنه دي؟ يا ريت. لا حاسه يعني حاسه ان عندك ثقه كده هتقدري تنافسي بشكل اكيد ان شاء الله، يعني ان شاء الله اتمنى ان انا اعمل حاجه لمصر في المسابقه دي يعني. ان شاء الله. احنا كمان بنتمنى ونتمنى نكون معاكي برضه في انترفيو بعد ما تكوني ميس يونيفرس، مين عارف ان شاء الله يكون حلم يتحقق ان شاء الله قريب. نشكرك شكرا جزيلا نريمان خالد ميس ايجيبت يونيفرس ل 2018، واكيد هيكون في بقى متابعه معاكي في اول ما تبتدي بقى شغل على الملف بتاعك وهو عماله الاطفال، هيكون في متابعه معاكي تبقى ضيفه معانا هنا في الاستوديو تنوري. اكيد ان شاء الله. ميرسي. مبروك على الفوز وبالتوفيق، المهمه مش سهله، وصباحك صباح الورد. ميرسي. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لكم مره ثانيه. بتغسلي ايدك كم مره في اليوم؟ كتير، مره اول ما اصحى وبعد كده قبل الاكل وبعد الاكل وبالليل. ما بعدش الحقيقه، ما بعدش، هو كتير يعني النظافه من الايمان يعني. كتير قوي. في كل وجبه اكل بغسل ايدي يعني 4-5 مرات في اليوم عادي يعني، بعد الاكل اول ما اصحى قبل ما انام كده يعني. 10 مرات في اليوم. وضوء 2 × 5 × 10
و يعني 10 12 15 مره كده. 3 4 مرات مثلا؟ كتير يعني 6 7 مرات كده. تعرفي ان النهارده اليوم العالمي لغسيل الايد؟ لا ما اعرفش، اول مره اسمع والله. لا اول مره اعرف. لا اول مره اعرفها الصراحه. اعرف. اعرف الموضوع ده. بسمع. ما بقول لك النظافه من الايمان. ما اعرفش، اول مره اعرف. ما اعرفش والله، ما حدش قال لي خالص. ايه ده بجد؟ لا. تحبي توجهي رساله لحد معين في يوم زي دوت؟ اغسلوا ايديكم. غسيل ايد مهم جدا، لازم كلكم تغسلوا ايديكم. انضف شويه. انه غسيل الايد ده اهم من اي حاجه شخصيه، عشان ده هي اللي بتنقل البكتيريا او الميكروبات، فليها علاقه بصحتنا اكتر من اي حاجه يعني. اهتموا بس بالموضوع شويه، الموضوع لطيف جدا ان احنا نغسل ايدينا. اغسلوا ايديهم يعني عادي. احب اقول لهم اغسلوا ايديكم. سال واحد صاحبي ما يغسلش ايده، قول له اغسل ايدك بقى. اغسلوا ايديكم يا جدعان، اغسلوا ايديكم عشان النظافه مهمه. كل شعب مصر يعني. خليكم كده فريش. قال لك انضف شويه. طبعا ممكن يكون المصريين واخدين الموضوع بدعابه احيانا، لكن بالفعل النهارده اليوم العالمي لغسيل اليدين. وليه بنقول لحضراتكم الفكره دي، او ليه اهميه ان احنا نلقي الضوء على يوم زي ده؟ لانه الحقيقه انه دراسات علميه كتير قالت انه عدم غسيل الايدين بشكل متكرر وبشكل صحيح قد يؤدي الى الكثير من الامراض اللي حضرتك ممكن ما تكونش واخد بالك منها. يعني على سبيل المثال، مجرد مثالين فقط، ده ممكن يقلل 50% من اصابه الاطفال بالاسهال او ببعض الامراض التنفسيه. ده اقل شيء ممكن يقال، فضلا عن تجاوز كتير من الجراثيم والميكروبات واحيانا الفيروسات. وعشان كده في السنه العاشره واحنا بنحتفل باليوم العالمي لغسيل الايدين، عايزين بس نقول لكم بعض النصائح اللي ممكن حضراتكم تقوموا بيها فيما يتعلق بغسيل الايدين، وايه اللي هيعود على حضرتك من ده. سؤال بسيط جدا هناخده للدكتور شريف حدد، استشاري الصحه العامه والطب الوقائي والاجتماعي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، صباح الخير. غسلت ايدك قبل ما تجينا؟ طبعا. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور صباح الورد. يمكن اليوم العالمي لغسيل الايدين اطلقته الامم المتحده عام 2008، وده ليه دلاله، يعني كون الامم المتحده تهتم بحاجه زي كده يبقى ده معناه انه بالفعل كان في انتشار في بعض الدول للعديد من الميكروبات والامراض بسبب قله غسيل الايدين. فعايزين توضيح اكتر الى اي مدى غسيل الايدين مهم وبيقي من العديد من الامراض الخطيره. جميل جدا. اولا يعني بشكركم على الاهتمام بالموضوع ده، وان احنا نزيد التوعيه بتاعت الناس على موضوع غسيل الايدين. وزي ما حضرتك قلتي، سنه 2008 الجمعيه العامه للامم المتحده كانت ساعتها منعقده واعلنت ان سنه 2008 كان عام الصرف الصحي، والطرق بتاعته ازاي، وازاي الحفاظ على البيئه من الحاجات دي. وبعدين كان كمان اسبوع المياه، وايه المياه تبقى ازاي امنه وفي مصدر المياه امنه. ففي نفس الفتره قالوا طب ما احنا نعمل حاجه اسمها اليوم العالمي لغسيل الايدين. اليوم ده بيتم فيه نعمل توعيه في عديد من الدول وعديد من المدن داخل الدول والقرى بالطريقه الصحيحه لغسيل الايدين، اهميه غسيل الايدين ايه، ايه الامراض اللي تتم الوقايه منها في حاله غسيل الايدين بشكل سليم وصحيح. فقالوا بقى لما عملوا احصاء مرحله التوعيه اللي كنت بتقوموا بيها او حملات التوعيه بالطرق الصحيحه لغسيل الايدين، ايه اكتر الطرق الخطا او كانت شائعه في غسيل الايدين احنا كمصريين في المجتمع المصري كنا بنعملها؟ بص حضرتك، هو معتقد ان هو في حاجه مهمه قوي، يعني قلت اقولها لك كلمتين لقيتهم لهم علاقه ببعض قوي في موضوع غسيل الايدين ده، هي المده ولا الماده. يعني المده اللي انا بغسل فيها ايدي ولا الحاجه اللي بغسل بيها ايدي هم المهم. الحقيقه هي المده هي المهمه قوي. المده فتره ما انا بقعد اغسل ايدي. ايه ده، كنت متخيل الماده بغسلها بايه بالظبط؟ لا خالص على فكره، مش مهم قوي. يعني عايز اقول لك في دراسات اثبتت ان المواد اللي بتستخدم دلوقتي اللي فيها حاجات مضادات للبكتيريا والكلام ده العاليه قوي دي مش مطلوبه خالص. بجد؟ الصابون العادي بيجيب نتيجه احسن منها. هل بالفعل المضادات اللي هي فيها 99% لقتل البكتيريا دي بتبقى ليها زي، يعني مش عايزه ادي اقول مش عايزين الاسامي التجاريه، لا مش عايزين الاسامي التجاريه، هل دي فعلا بتقتل بكتيريا مهمه المفروض تكون موجوده؟ لا بالعكس، لا يعني هي لا بتقتل حاجات تكون مهمه، ولا هي اقوى بكتير قوي من الصابون العادي بتاعي اللي انا ممكن يعني احمل عبء مادي على الناس هم اصلا مش ناقصين ان انا اقول له هات دي عشان دي اغلى ويبدا السوق يشتغل. لا هي مجرد اهداف تجاريه، مجرد اهداف تجاريه بالظبط. الناس هتزعل مني بقى عشان اهداف تجاريه، وده في ناس بقى عايشه انا عارف حياتها والله ما بتقدرش تعمل غير بالوايبس. الوايبس دي بتحل ازمه في حاله لو مش متوفر ميه قدامه لحد ما يبقى موجود قدامه ميه. بس لا تغني، لا تغني، لا انا المفروض اغسل ايدي بعد، لا بقى استخدم دي مؤقتا
لحد ما اغسل ولا الجل اللي هو بيبقى ازازه الجل دي. لو متوفر برضو لحد ما اغسل ايدي لحد برضو إيه يعني هو الفكره انه الحاجات ضيف الى كده ان الحاجات اللي فيها مواد زياده شويه بيعتبروها انها زياده في التعقيم او كده ممكن احيانا تسبب حاجات حساسيه للجلد. انا ما اعرفش اللي هيستخدم الماده دي جلده حساس ولا لا، عشان كده في ستات بيوت في المطبخ بيجي لهم الاكزيما او التاكل في الجلد نتيجه استخدام الصابون والماده دي اكتر من اللازم. فمن الممكن يكون هي عندهم بيغسل ايده بالصابون ده كل شويه يحس كل شويه ان بيجي له حساسيه ومش عارف من ايه، ده ممكن تكون من الماده دي نفسها، في حين ان شويه ميه بصابون عادي جدا يغني ويكفي، لان الميكروب اساسا هو ضعيف، هو بينشط في حاله توفير البيئه اللي بتخليه ينشط ويشتغل ويعمل الاثار بتاعته، لكن هو في الاساس ضعيف، مجرد شويه ميه عاديين بمسحهم بايدي او من على الاسطح، لان احنا خلينا نقول انه غسيل الايدين مهم جدا عشان ملامسه الاسطح اللي حوالينا في كل مكان، ترابيزه زي كده، الكرسي، كل ده. اليومين دول كمان جت في ذهني حاجه مهمه قوي، الالعاب اللي بتتلعب في البلاي ستيشن والاماكن دي، انت بدراع مكان حد وانت قاعد حد مكان حد، دي الحاجه الحديثه بقى يعني الاولاد بقى يلعبوا بيها كتير، فده المفروض موضوع غسيل الايدين ده مهم جدا في سنترز او في مراكز في المراكز اللي بره او كده، فناس بقى كتير بالظبط، فهو المفروض ان هو يبقى حريص جدا ان هو يغسل ايده لانه حط ايده مكان ايد حد تاني. طب معلش حضرتك قلت مده، يعني مده يعني المفروض اقعد مده حوالي 30 ثانيه 30 من 20 ل 30 ثانيه. لو عارفه انت لما تقولي للطفل في البيت روح سيدك يا حبيبي فجاه تلاقيه راح ورجع على طول، اللي هو لمس الحنفيه كده وهو بشويه ميه ورجع، لا هي المفروض لانها ليها خطوات هتشوفها بعد شويه، ليها خطوات وليها بعد شويه لما بتعود عليها هتعملها بسرعه جدا، يعني هي 30 سنه دي ما بتاخدش حاجه يعني. طب ما نشوف الخطوات دي برضو. لا خلاص لو موجود عندنا في الاعداد يجيب لنا خطوات غسيل الايد اللي هي بتاخد. بالفعل كان في فيديو اوريدي شغال وحضرتك بتكلمنا لطرق غسيل الايد. هو السبع خطوات بتاعت غسيل الايد، دعك الكف الايد الاول. سبع خطوات هم سبع خطوات قولهم لنا بقى واحده واحده اللي كانوا موجودين. خلاص انا في الاول بدعك الكف الايد كده بطن الايد. ايوه يا ريت اما هم كمان في الفيديو. بص حضرتك واضحه قوي، فتحنا الحنفيه. ايوه فتحنا الحنفيه خلاص، شفت الغسله دي الاولانيه اهو كده. مهم جدا ان هو يمسك المنديل يدوس على الحنفيه بيها. بعد المده لازم التنشيف التجفيف كويس جدا، لان لو انا سبت ايدي رطبه يبقى انا كده بساعد على نمو البكتيريا اكتر، في بكتيريا بتنمو في البيئه الرطبه، فانا لو سبت بقى كويس لازم انشف ايدي كويس جدا بالمنديل اللي موجود ده كويس قوي. انا يعني بتعجبني قوي في اكزيما بتيجي من من الحاجات الرطبه اللي ممكن تتساب في الايد، الميه وكده او حساسيات معينه. حساسيات بتعجبني حاجتين مهمين قوي في المولات او الاماكن اللي هي الحديثه دلوقتي، الحنفيه اللي هي دخل ايدك تحتها تشتغل لوحدها. أيوة. ما بضطرش ان انا المس الحنفيه. صح دي كويسه قوي، دي بصراحه يعني جميله، والتنشيف كمان الجهاز اللي بينشف الايد ده، دي حاجات بصراحه عملناها عشان يوفروا مش عملناها عشان سهل. بس هي كويسه بصراحه، فكره كويسه قوي يعني هي سواء كانت كده بس يعني هفترض حسن النيه يعني. طب التنشيف في فوطه يعني في فوطه في الفوطه كده؟ في الفوطه يفضل فوطه في البيت. يفضل يعني كل واحد يبقى عنده الفوطه بتاعته في البيت فوطه خاصه، ولا طبعا بيبقى حد سايفه هي فوطه واحده كله داخل قاعد يفضل لحد ما هي تتبل، حتى الفوط صغيره يعني يفضل يبقى في كل واحد الفوطه بتاعته وتتغسل باستمرار، وحريصين جدا على موضوع التنشيف ده بشكل دوري ومستمر عشان ما نسمحش ببيئه نمو البكتيريا. دكتور الليفه يعني بصراحه الليفه الخشنه دي الواحد ما بيحسش انه نظف غير لما بيستعملها، ولكن اتقال يعني في البعض يعني احنا سمعنا برضو راي الطبي ان هي فيها بكتيريا، فيها حسب برضو المصدر بتاع انت جايبه منين، برضو حسب هي قعدت بقالها قد ايه يعني. الحاجات دي يستحسن اللي هو الليفه اللي هي الثانيه اللي هي الناعمه شويه اللي هي لا انا بتكلم على النبات. النبات الليفه الطبيعيه اللي هي بتبقى جوانتي بتتباع في الصيدليه. دي الليفه النبات دي برضو زي ما انت حضرتك في بعض الدراسات اثبتت ان ممكن يكون فيها بكتيريا، ممكن يكون فيها حسب درجه هي بقولها بقالها قد ايه منتجه واستخدمت بقالها قد ايه وانا جايبها منين، المصدر بتاعها مضمون ولا مش مضمون. فلو انا مش متعلق بيها قوي زي ما حضرتك بتقولي ان هو ما بيحسش اللي هو اذا استخدمها، لو اقدر ان انا استغنى عنها يبقى كويس يعني. لان شويه الميه والصابون دول. طب بقول لحضرتك ايه؟ اتفضل. في ناس اصلا ما عندهاش صابون، والله في ناس يعني طبعا معدمه. اعمل ايه؟ ميه عاديه فقط. الميه عاديه طغل. الميه انا بقوي بس من بقوي من تركيز الميه بالصابون وقدره تغلبه على البكتيريا، لكن هي الميه الحمد لله يعني كافيه يعني بنفس الحركات اللي احنا شفناها دي. بنفس الحركات اللي قلناها دي عشان اتخلل ما بين الايدين، الابهام، الصباع كده بنفس الحركات يعني. البكتيريا اضعف مما تتخيل، الوحش اللي ما بيصوروش تلفزيون ده في الاعلان وبيجري ورا الناس والكلام ده لا يعني شويه في نوع شويه في نوع جذب يعني، لكنه هو شويه الميه بيضيعه. لكن لو انا ما استخدمتش حتى شويه الميه دول وسبت البكتيريا لفتره طويله وقت على وقت وتيجي بكتيريا عليها تاني
التاني ده طبعا مشكله كبيره، هو ده اللي بيؤدي الى. طب سؤال اخي، انا عندي طفل بيروح كل يوم مدرسه وكده، انا عايز اديله نصايح يلتزم بيها في موضوع غسل ايدين ده، اقول له ايه؟ بص حضرتك، هو طبعا احنا بيهمنا قوي ان احنا نحاول نربي السلوك ده جوه الطفل، يبقى مساله تعود عنده. بالنسبه على فكره زمان كان بيتكتب على الكشاكيل والكراسات في المدرسه، والله اغسل ايدك واغسل سنانك احنا يا ريت نرجع ده، مع ان بصراحه يعني مش المفروض نقول كده مع وجود السوشيال ميديا اللي موجوده دلوقتي. يعني الطفل طول النهار في ايده الموبايل، لو انا اعمل بقى في الجنب كده حاجات اعلانات تبين حاجه زي كده اهميه غسل الايد ايه، وماما في البيت توريه الفيديو ده كل شويه على اليوتيوب بدل ما هو بيشوف الكرتون والحاجات دي. هو كده كده كله بيتعامل مع التابلت، كله بيتعامل مع التابلت فيقدر يشوف الكلام ده. انا بقى اول حاجه عندي مهمه المتابعه. غسلت ايدك؟ ايوه. كل غسلت ايدك، مش انا اهتم ان انا اقوم اشيل الاكل واسيبه، لا غسلت ايدك حبيبي يتعود هو مره على مره. وبعدين سريعا، الناس اللي ايديها دهنيه بتعرق كتير دي المفروض تغسل ايديها كم مره في اليوم؟ لا، كل ما يحس ان هو ايده عرقت دهنينه او اي حاجه، ولو شال هو قدر حسب امكانياته طبعا يشيل الجيل ده، لو هو مش لو قاعد في شغله وحاجه مش سهل كل شويه يروح يجي يغسل ايده، حاجه مطهر بسيط، مناديل معطره، اي حاجه ممكن تغني. يعني الموضوع ما هوش صعب قوي، بس هو نزيد ثقافته. انا عندي المشكله دي بس عايش عادي. نزيد ثقافته بس ونتعود عليه. على طول بالظبط، هي مساله تعود، وعايزين نعود المجتمع بتاعنا على ثقافه غسل الايدين. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على النصائح الطبيه الهامه دكتور شريف حته، استشاري الصحه العامه والطب الوقائي والاجتماعي. صباحك صباح الورد. صباح الورد يا فندم، والله معلومات في منتهى الاهميه، وفي حاجات انا ما كنتش اعرفها حقيقه واستفدت منها بشكل شخصي. بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا النهارده من صباح الورد. بكره ان شاء الله حلقه جديده، صباح جديد بعمل جديد، خليكم معانا دايما.